سيادة مساء الخير يا المستشار، دكتور. عايزين نعرف من حضرتك كمان كيف ده. أولا إحنا سعداء لأنه اللجنة مشكلة فيها عدد من الوزراء، الملفات يعني في عمل مشترك ما بينهم، فيعني أطلعنا كيف دار النقاش في هذا الاجتماع. طبعا زي ما حضرتك عارفة إحنا أمام لجنة برلمانية خاصة مكونة من 42 عضو برئاسة وكيل أول مجلس النواب. مهمة اللجنة دي إنها تدرس برنامج الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي في البرلمان، ومدة البرنامج ده 3 سنوات. البرلمان الحقيقة قرر إن هو هيناقش الموضوع ده من خلال اللجنة الخاصة دي على مدار 6 أيام، تحضر فيهم الحكومة كل يوم على اجتماعين، وكل اجتماع يحضره مجموعة من الوزارات ذات النشاط المشترك. تمام. فلو حضرتك شفتي مثلا ان احنا يوم الاربعاء امبارح احنا في الاجتماع الاول حضرت معظم المجموعة الاقتصادية، المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية. دي المجموعة الاقتصادية، فطبعا الملفات مرتبطة ببعض. اكيد. فالسادة الوزراء بيعرضوا ما يتعلق باختصاصاتهم داخل برنامج الحكومة. أكيد. وبيتلقوا ملاحظات وأسئلة من النواب، بيدونوها وبيعلقوا عليها وبيقدموا ردود. تمام. الحقيقة ممارسة ديمقراطية محترمة، الأسئلة فيها تعمق وفيها دراية ودراسة، والخطط اللي الوزراء بيعرضوها خطط تفصيلية فيها واقعية، والردود فيها إلمام بالملفات. والحقيقة يعني ده اللي احنا شفناه على مدار اليومين ب4 اجتماعات. أكيد. في الاجتماع الثاني امبارح كان عندنا العدل والأوقاف والثقافة، النهاردة الصبح كان عندنا جلسة تقيلة الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي. وزي ما حضرتك شايفة إن هتلاقي عمل الوزارات دي مرتبط ببعضها. أكيد. وبعد كده لسه طالعين من مجلس النواب حالا من شوية كان عندنا مناقشة برنامج النقل والطيران المدني والسياحة والآثار. كل اللي أقدر أقوله يعني أنقله من خلال برنامج حضرتك إن في جدية في التعامل مع الموضوع، وفي تعمق، في جدية وفي تعمق، والاثنين الحقيقة أهم من بعض، وفي واقعية في الخطط، وفي تفصيل ودراسة من النواب. يعني الأجواء، يعني أنا يعني في البرلمان بقالي كتير وشفت يعني لجان كتير وشفت وقائع كتير. أنا أقدر أقول لك إن يعني الممارسة البرلمانية التي تجري حاليا ممارسة ديمقراطية راقية. طيب تمام، أنا كده يعني عندي اطمئنان وفي طاقة أمل وعمل أكيد واضحة جدا من ما ذكرته حضرتك. طيب سيادة الوزير، برضو يعني يمكن عندي سؤال من شقين. الشق الأول يعني هذه الوزارات اللي تم تجمعها بأن المناقشات يعني يكون نشاطهم متقارب أو في تكامل أو في مصالح ممكن تكون موجودة وتهم المواطن، هل ده هيخلينا كمان هذه الوزارات تعمل بعد هذا اللجان ومناقشة البيان واجتماع البيان في المجلس يوم 21؟ هل ستعمل هذه الوزارات بعد ذلك أيضا بنفس التنسيق مع بعض، لأنه الملفات ممكن قوي أن هي تتم أسرع ويكون فيها إنجاز أفضل؟